لقى له يعني لقى قرن لما زوج مشي كمن. هل فهمتم ما يقول؟ إنها لغة في عمان في قرية صغيرة معزولة. لغة لن تجدها في أي مكان آخر من هذا العالم سوى هنا. تعرف باسم اللغة الكمزارية نسبة إلى كمزار، وهي قرية صغيرة تقع على مضيق هرمز بمحافظة مسندم العمانية. تفصلها صحراء صخرية تمتد على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر. شو قال؟ يقول لك كمزار زين. أوه كمزار زينة. للوصول إلى القرية كان لابد لنا أن نعبر الحدود جواً ثم نبحر أكثر من ساعتين. هذه هي كمزار. السلام عليكم. مرحبا. الله يبارك فيك. أصلهم ما تقول عرب وينتمون إلى قبيلة الشحوح. لغتهم لغة خاصة فيهم، في قرى تقع ناحية الغرب عنا وفي قرى تقع أشرق عنا، ولكن ما يجدون اللغة الكمزارية بمعنى الكلمة يعني. وهذا فعلا ما أثار دهشتي، كيف لأهل قريتين يفصلهما جبل ألا يفهم أي منهما الآخر؟ اللغة الكمزارية لغة مينائية تأثرت بذلك تأثرا برز في كامل مفردات الحياة، وفي مقدمة هذا التأثر هي اللغة. كلكم تحكون كمزاري وعربي ولا بس كمزاري؟ يا ولد جسوزير كارا جستكاردو شاف جاي وقتها. العربي وين تعلمتوه؟ في المدرسة. كيف الأرقام بالكمزاري؟ يف يو يو كار بن كيس أك أشنال يا يابا دوالدا صلدا كاردا فاندا شاندا أفدا أيدا نوزدا بيس. بيس يعني 20. بيس هو ذاته الرقم 20 بالأردية أيضا، ومقارب لنطقه بالفارسية بيست. وهنا السؤال، كم لغة في الكمزارية؟ هي لا زالت اللغة بنفسها تجود وتنطق عما مر بها، فما تأثرها باللغة الأكادية والأردية والفارسية إلا شكل من أشكال الغنى الحضاري الذي تعرضت له المنطقة. أقرب شكل لغوي للغة الكمزارية يتبادر لذهني الآن هي اللغة اللاركية الموجودة في البر الفارسي، لكن بشكله العربي الأقرب للبر لكمزار. الحرف المستخدم في كتابة اللغة الكمزارية هو الحرف العربي ما عدا الحروف التي لم نجد لها نظيرا في الأبجدية العربية مثل التش والظ والقه. لكن هذه اللغة مهددة بالانقراض، فهل هناك خوف على اللغة الكمزارية؟ لا إن شاء الله ما في خوف على اللغة الكمزارية، ما راح تنقرض. هذه اللغة باقية طالما أن أهل كمزار باقين في كمزار. موت لغة يعني موت حضارة يعني موت تاريخ. أشعر بأمان أكثر وأنا أقول أن اللغة تتطور. قلت اللغة كائن حي ينمو ويتطور وينمو ويتطور. طالما اللغة تتوارث كتوارث المال والاسم لا أعتقد أنها ستموت. هل ستتغير؟ نعم، أوضحت لي الأيام أنها تغيرت. هل ستموت؟ أنا أستبعد.